وساعتها أنا بعرف إذا كان معي حق أثق فيك وأمنك على أسراري. سعيد فهمني، انتو شو عم تشتغلوا هون بالضبط؟ يلا قل لي الحقيقة مشان أعرف شو الشغلة اللي داخلة فيها أنا. ليكي هلأ نحن هون مننسق الشغل، نقل بضاعة، شري بضاعة، المصالحة، تحصيل الديون من الزباين. بس نادر وسليم وانت؟ ولسه عندي 20 زلمة كمان، هدول ما عدا رجال عماد بيك، الكل بيشتغل تحت أمري. عماد مين؟ شريك لألك ولا معلمك؟ بصراحة هو لا شريك ولا حتى أي شيء، بس بياخد 60% من كل إيراد بيجينا. أتاوي يعني عمولة. طيب ماشي، أنا شو بدي أعمل؟ أنت بتنوبي عني بالشغل بس وقت ما بكون بهالمكتب، لأنه نادر وسليم عندهم 100 شغلة ومو فاضيين أبدا، ولما بتصدفنا أي أزمة بدنا حدا ذكي كتير حتى يلملم هالشغلة، وهذا دورك أنت. أهلين عماد بيك. حبيت إشي وشوفك لحالنا قبل ما يجوا البقايا. تفضل. داليا مساعدتي، هي اللي رح تدير الشغل عني لما أنا بكون مشغول برا. تشرفنا مسيو. وأنا بالأكتر. عملي قهوة. قهوة أنا رح أعمل لك فنجان قهوة، كيف بتشربه؟ لك سعيد، أنت بدك تخلي البنت اللي تشتغل بدالك هي تعمل القهوة؟ عادي، لأنه بدي أقدم لك 60% من حصي من القهوة اللي رح أعملها هلأ مشان نتفق أنا وأنت. اثنين قهوة سادة لو سمحتي داليا. داليا بنت بتحكي كل اللي بقلبها، بس بتعرف امتى ما تحكي. عجبتني، نحن لازم ناخد حذرنا من هالبنت. طيب اللي كيفه امير، لساته لهلا مصر على قرار الاستقاله؟ والله انا مزعوج لانه ترك الشغل من ورانا. والله اخي امير اعند انسان على وش الارض كلها، يعني ما بيخاف يجوع ويعطش على قد ما بيخاف يخون مبادئه وأفكاره. أنا عن جد خايف شي يوم يصير رجل سياسي كبير بهالدولة. ايه وأنا كمان متوقع يصير شي مهم. لما رح يوصل للسلطة رح يعلق مشنقتنا كلياتنا. القهوة تفضلوا. ورح تكون آخر أمنياتي على المشنقة أني أتضيف قهوة من إيديكي يا حلوة. ويمكن ما تتحقق، لأنه أنا كمان بهداك الوقت رح أكون محبوسة، وساعتها كيف بدي ضيفك؟ يعني إذا ما طلعني سعيد من جوا لحتى أعمل لك قهوة ما رح تتحقق أمنيتك. خلاص روحي. أنا بحكي كتير ما هيك؟ عن جد أنا بحكي كتير، زلمة شغلني مشان حل له الأزمات وأنا بحكي هلأ عم عمل له أزمة كبيرة. شكرا داليا. المهم Thank you.
شفتي قديشك حلوة ورقيقة لك الواحد بده يوم كامل ليعتني فيكي وبالآخر بعد كل هالتعب بيلاقيكي زعلانة نكشبه بس بيلبق لك. ايه والله طالع غير شكل بس هون لسه بدك تلميع. علاقتك مع سيارتك بتضحك كتير. أصلاً أنا علاقتي هيك مع الكل بتضحك كتير. بدي نقعد أنا وياك ونحكي بس بباريس. نعم بباريس. بس قصدي هون بشي محل نقعد ونحكي. عن جد؟ معقول؟ ايه تمام. أنا كرمالك بترك الشغل والدنيا كلها بصير واحد تاني مثل ما بدك بكون. أنت حتى ما عم تصدق اللي عم تقوله. بتمنى تصدقيني يا روح قلبي. تعالي معي على باريس بعيد عن كل هالناس بس نحن الاثنين نمشي ومندور ومنلف وما منخلي مكان.